بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. وفي البداية وقبل ما أتكلم عن احتفالية النهاردة والبطولات والأبطال اللي شرفونا، لازم في الأول نحمد ربنا سبحانه وتعالى، نحمد ربنا ونشكره على التوفيق والنعم اللي ادهلنا. الحقيقة نعم ربنا كتيرة جدا، وتوفيق الله قبل أي حاجة تانية اللي خلونا النهاردة موجودين دلوقتي علشان نحتفل بموسم ذهبي، موسم تاريخي للنادي الأهلي، مش بس على مستوى الفرق الرياضية اللي هنسعد بيهم النهاردة أو سعدنا وهنسعد بيهم النهاردة، لا كمان على صعيد البنية التحتية والمنشآت في كل الفروع. الحمد لله احنا من 3 شهور بس افتتحنا الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس بتكلفة عدت 1.5 مليار، وبنسعى حاليا في الإجراءات علشان يكون لينا فرع جديد في مدينة العالمين. بس زي ما حضراتكم عارفين الكلام ده لازم يتعرض الأول على الجمعية العمومية. كمان بتجيلنا عروض كتير من محافظات مختلفة علشان نعمل فروع هناك، واحنا مقدرين جدا جدا لكل العروض اللي جات لنا، وبندرس منها حاليا اللي يحقق مصلحة النادي وكمان يحقق تواجد النادي الأهلي في بقاع مصر بأكملها إن شاء الله. الحقيقة النهاردة برضو يوم من الأيام المميزة، يوم يخليك تشعر بالفخر، تشعر بالفخر بالأهلي وللأهلي، مش علشان احنا مسؤولين ولا في موقع المسؤولية، لا علشان احنا منتمين لهذا الكيان العظيم. طبعا العظمة لله سبحانه وتعالى. الليلة وفي حضور كل الكوكبة دي اللي انا شايفها قدامنا من عيلة النادي الاهلي، السادة الاعلاميين اللي احنا بنرحب بيهم، احنا بنحتفل بموسم هو الافضل من كل المواسم اللي كل المواسم، اعتقد انها كل المواسم اللي تقريبا مفيش نادي في العالم حصل او عمل هذا الانجاز وحصل على هذا الكم من البطولات في موسم واحد. وربنا سبحانه وتعالى يعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الضغوط اللي تعرضنا لها او تعرضنا ليها في الفترات اللي فاتت. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الضغوط اللي تعرضنا ليها في الفترات اللي فاتت، لكن الحمد لله والشكر لله. طبعا الانجازات والارقام اللي اتحققت اكيد بتحملنا مسؤولية اكبر في كل اللي جاي ان شاء الله، ولازم من دلوقتي كل فرد في منظومة العمل في النادي الأهلي سواء كان لاعب أو مدرب أو إداري أو موظف أو عامل، وقبلهم كلهم مجلس الإدارة، كل زمايلي في مجلس الإدارة، أنا وكل زمايلي في مجلس الإدارة، كل واحد فينا لازم يكون مستعد للي جاي ويعرف إن مسؤولياته بقت أكبر وأكتر، علشان بفضل الله نقدر نحقق النتائج التي تليق بالنادي الأهلي. وكمان وقبل ما أشكر كل بطل من أبطالنا اللي بنحتفل بيهم، عايزه بالنيابة عن زمايلي في مجلس الإدارة نهدي كل البطولات دي لجمهور النادي الأهلي.
جمهور الأهلي اللي أنا مهما شكرته مش هديله حقه، ومش هكون مبالغ أبدا لو قلت إن احنا محظوظين بجمهور النادي الأهلي أو بجمهور الأهلي. عشان كده أنا بهديهم هذا الإنجاز اللي يستحقوه، هم اللي يستحقوه، وبقول لهم النادي الأهلي محتاجكم أكتر في اللي جاي. وأنا بقول الكلمة وبقصدها، اللي جاي صعب وصعب جدا، وأنا بقصد الكلام ده، اللي جاي صعب وصعب جدا. وجمهور الأهلي هو كلمة السر في تجاوز كل الصعاب، بعد طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بمناسبة الكلام عن الجمهور، الحقيقة احنا خطبنا اتحاد الكورة من اسبوع تقريبا، وطلبنا منهم يتواصلوا مع الجهات الأمنية علشان يكون الحضور الجماهيري في الموسم الجديد بالسعة الكاملة في كل المباريات، ولكل الأندية في كل المباريات ولكل الأندية. ليه لا؟ واحنا هنخاطب كمان باقي الاتحادات الرياضية علشان زيادة الحضور الجماهيري في كل اللعبات. والحقيقة الأمن ورجاله المحترمين نجحوا بامتياز في كل التجارب في المواسم اللي فاتت، والأمن يملك من الكفاءة والقدرة على ده، وإحنا بنشكره على كل مساعداته ودوره الواضح في إقامة كل الأنشطة الرياضية. يا جماعة، الجماهير عنصر أساسي ورئيسي، ولازم الجماهير ترجع بأعلى سعة. والدولة المصرية وكل مؤسساتها الوطنية ما بتتأخرش وبتساعد على ده، بس احنا لازم نعمل اللي علينا ونجهز نفسنا ونرتب كل حاجة صح قبل بداية الموسم الجديد. نرجع مرة تانية لاحتفالنا. احنا بنشكر كل بطل من أبطالنا النهاردة، ونشكر كل جهاز فني وكل جهاز إداري وكل جهاز طبي وكل موظف وعامل. مش عايز أنسى كمان أسر وأهالي اللعيبة والمدربين والإداريين ودورهم الكبير في مساعدة ولادهم. جماعة الأهالي بيشيلوا عبء كبير جدا جدا، الأهالي بيتحملوا فقط أو يعني كفاية أنهم يتحملوا الأعصاب اللاعب أو المدرب أو الإداري وبيستحملوهم، لكن الأهالي الحقيقة هم دول برضو مشاركين في النجاح. بشكر كل فرق الرياضية، بشكر كرة السلة، كرة اليد والكرة الطايرة والسباحة والكاراتيه وكرة القدم، ألعاب القوة، تنس الطاولة، الجمباز، التنس، كل الألعاب، كل الألعاب اللي تفوقت ورفعت اسم الأهلي، وفي المقدمة ولادنا من ذوي الاحتياجات ومن ذوي الهمم اللي يستحقوا مننا كل اهتمام وتقدير، ويعين أسرهم ويعين أهليهم، ويعني أعتقد بإذن الله يعني جزاهم عند ربنا كبير جدا جدا أهالي ذوي الهمم. بشكر طبعا كل زمايلي في مجلس الإدارة، بشكر الإدارة التنفيذية، بشكر كل اللجان المعاونة، بشكر كل واحد ساهم في سعادة جمهور الأهلي. معلش اسمحوا لي أتكلم بإيجاز عن كل قطاع لمدة نص دقيقة، يعني حاجة بسيطة جدا. يعني النشاط الرياضي، الحقيقة منظومة العمل في النشاط الرياضي اجتهدت كتير الموسم ده، والكابتن خالد العوضي والناس اللي معاه اشتغلوا بشكل كويس
وكان في دعم كامل من مجلس الإدارة لكل اللعبات، والحمد لله تحققت النتائج اللي يعني أسعدتنا كلنا. لكن برضو لازم نقف هنا، لكن برضو لسه عندنا بعض الأمور محتاجين نشتغل عليها كويس وبشكل أفضل، ودي مسؤوليتنا ومسؤولية الأجهزة المسؤولة وإدارة النشاط الرياضي. عايز أحيي فرق النشاط الرياضي، بقول لهم اللي جاي مش هيكون سهل، أنا عدت الكلام ده تاني لأن أنا أعنيه كويس، اللي جاي مش سهل، البطولات اللي كسبناها خلاص بقت في التاريخ، ولازم نبص للمستقبل. كرة القدم، الحقيقة كرة القدم في الموسم ده حققت نجاحات كبيرة جدا، سواء على المستوى المحلي أو المستوى القاري، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بإذن واحد أحد يتحقق حلمنا الكبير في كأس العالم اللي جاي في السعودية بإذن الله. عايز أشكر كل منظومة الكورة، لجنة التخطيط، عايز أشكرهم، شركة الكورة اللي أصبح ليها دور في دعم موارد كرة القدم، فأنا بشكرهم جدا. الجهاز الفني بقيادة مستر كولر، والجهاز الإداري، الجهاز الطبي، كل العاملين في قطاع الكرة. وهنا هنا عايز أقف عند بعض الأسماء اللي احنا لازم نذكرهم ونشكرهم، وهبدأ بالكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد واحد من ولاد النادي المتميزين، اشتغل بإخلاص وبذل مجهود كبير، وأدى رسالته على مدار 12 سنة مدير للكورة، طبعا متفرقين آخرهم خمس سنوات متصلين، وإحنا بنشكره طبعا على كل اللي قدمه للنادي. عايز كمان أشكر الدكتور أحمد أبو عبلة، الراجل اللي ما قصرش لحد آخر مباراة، وزي ما بقول دايما كل مرحلة يا جماعة ليها احتياجاتها، والحقيقة ولاد الأهلي المخلصين بيتفهموا الأمر ده، بيفهموا الأمر ده كويس، ودايما إحنا في الأهلي، وده عرف عندنا من 1907 لغاية النهاردة، دايما إحنا في الأهلي جيل بيسلم جيل، وده سبب رئيسي من أسباب استقرار النادي الأهلي. عايز أشكر كمان كل اللعيبة اللي ما كانش لها نصيب، ليهم نصيب يكملوا مشوار معانا، كلهم لعيبة محترمة جدا ومتميزة جدا، وبنتمنى ليهم كل التوفيق. وبالتأكيد باب النادي الأهلي هيفضل مفتوح قدام ولاده المخلصين في أي وقت. مش عايز كمان أنسى شركاء النجاح، رعاة النادي، مفيش شك الرعاة بصفة عامة ليهم دور كبير جدا ورئيسي في صناعة الرياضة في العالم كله. وهنا اسمحوا لي بقى ان انا اقول حاجة جوايا، يعني محتاجة ان انا اتكلم مع كل المسؤولين عن الرياضة في مصر فيها. يا جماعة، الدنيا حوالينا بتتغير وبتتطور بسرعة جدا، واحنا محتاجين نتحرك، محتاجين نفكر، احنا كده ممكن الحقيقة يفوتنا حاجات كتير ونتعطل اكتر. انا بتكلم عن الرياضة المصرية بشكل عام. مش معقول مثلا، ده مثال، مش معقول الاتحادات الرياضية بقى اعتمادها الاول، كل الالعاب اعتمادها الاول ويمكن الوحيد حسب معرفتي يعني في مواردها على الأندية، مواردها من الأندية، والأندية في نفس الوقت بتبحث عن موارد، الأندية نفسها بتدور على موارد. يا جماعة لازم يكون في أمور لازم نعالجها بسرعة، الأمور بتتصعب، وده أمر يقلق القطاع الرياضي كله، وخاصة الأندية الجماهيرية، الأندية
الشعبية، لازم تكون في قرارات أو مقترحات عاجلة يتم تنفيذها علشان نساعد الأندية الشعبية، وكمان نواكب التطورات اللي بتجري حوالينا واحنا مازلنا زي ما احنا. الحاجة المهمة جدا واللازم نتكلم عنها هي المساندة من المؤسسات الدولة وقيادتها لكل المنظومة الرياضية، في المقدمة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا بنشكره طبعا، وبنشكر كل مؤسسات الدولة الوطنية اللي بتساند كل الأندية والهيئات الرياضية. مش عايز انسى الناس اللي تعبت معانا في تنظيم الحفل النهاردة ودورهم في المشهد المتميز اللي حضراتكم بتشوفوه. فكروا لأعداد طويلة مع الإدارة التنفيذية، مع إدارة الإعلام عندنا، إزاي يبرزوا بشكل واضح كل الإنجازات وكل الكؤوس، وإزاي يحطوها في مكان واحد كل الكؤوس اللي حضراتكم شايفينها دي. عشان كده أنا بشكر شركة روزنامة والمبدع هشام جمال. الحقيقة الراجل ده بقاله أسبوع ما نامش هو والناس اللي معاه علشان يعملوا حفل يليق بالنادي الأهلي وبجمهور الأهلي، وعشان كمان يسعدوا حضراتكم. معلش أنا طولت عليكم شوية وطولت على حضراتكم، لكن في النهاية بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر كل الحضور، وبجدد التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي، وبهنئ كل ولادنا في الفرق الرياضية، وبقول لهم المكسب لازم يزيدنا تواضع. اللي بيكسب وربنا بيديه أتواضع أكتر وكتافه تنزل أكتر وراسه تحت أكتر، ما يتغرش، لأن احنا ده ربنا مطلع علينا. المكسب لازم يزيدنا تواضع، في نفس الوقت لازم يحمسنا أكتر وأكتر. وأنا واثق إن وبإذن الله كلكم هتكونوا عند حسن الظن، وهتسعدوا جمهور الأهلي وترفعوا اسم نادي الأهلي، وده الأهم بالنسبة لنا كلنا. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.